السلام عليكم. له ما له وعليه ما عليه. يوسف شاهين. يوسف شاهين حالة سينمائية بديعة وحالة فنية مدهشة. خد بالك، هو يبدو وكأنه المخرج الوحيد المصري اللي بقى نجم. يعني كل المخرجين الكبار أساتذة ومتميزين وموضع محبة وتقدير، لكن الجماهيري فينهم اللي نجم، اللي يطلع في التلفزيون يتكلم فالناس تبقى عايز تتفرج عليه وممتع ويثير الجدل وله تصريحات عجائبية غرائبية وموضع محبة أجيال مختلفة، لأنه يوسف شاهين زي نجيب محفوظ وزي هيكل قدر أنه كل الأجيال تبقى معاه، مش هو بتاع جيل واحد. يعني صلاح أبو سيف طول الوقت تحس أنه في جيل واحد بيحب الناس الوقورة واللي لابسة درافطات ودايما فوق الأربعين يعني، فيحبه صلاح أبو سيف. توفيق صالح المثقفين اللي نكشين شعرهم وبتاع يبقى توفيق صالح. إنما يوسف شاهين كل الأجيال، كل الطوائف، كل الطيارات. فيوسف شاهين هو المخرج النجم، مش نجم الإخراج كمان، لا، المخرج النجم فعلا. وده راجع لأنه شخص في قصة حياة فيها كفاح وفيها إصرار وفيها عزيمة كما كثيرين نجحوا، لكن فيها تميز بقى. يعني الراجل ده مثلا راح أمريكا يدرس مسرح، رجع مخرج سينمائي، ما تقوليش إزاي، هي جت كده بقى، عبقرين وهنعمل له ايه؟ راجل راح درس المسرح ولا مسك كاميرا في امريكا ولا قالوا له دي بتشرق بتعمل ايه؟ رجع بقى واحد من اعظم مخرجينا. راجل بدأ حياته ببابا امين، ودي فكره جميله جدا فيلم بابا امين، لكن طول الوقت في جواه فن وسينما اعلى حتى من الافلام اللي بيقدمها، وفي حاجه وحاله يبحث عنها، فما بقاش عنده مشكله اطلاقا انه يبحث عن الثقافه وانه يتثقف وانه يقدم نفسه باعتباره مختلف ومغاير عن الفنان الصنايعي المحترف الشاطر. لكن الحقيقة الميزة الرئيسية الأساسية عند يوسف شاهين والشجاعة والجرأة والشفافية. اتكلم عن نفسه، احنا في ثقافة كتومة، حدش بيقول حاجة عن نفسه، طبعا ما يقولش حتى عيوب نفسه ومشاكل نفسه، لا، يوسف شاهين بيقول عادي جدا، بل فعل ذلك فنا وقدم سيرته الذاتية على الشاشة، وقدم نفسه بضعفه ومشاكله وبصراعاته وبنظرته لعيلته وبفشل أبوه وبوصم يوسف بأشياء في حياته. إذن الشجاعة والجرأة في ثقافة ومجتمع بيداري وبيخبي ومليء باللف والدوران. هو كان دغري، حاجة عجيبة جدا، ونفس الوقت هذه القدرة الرائعة على التسامح. مفيش حد متسامح متصالح مع نفسه وثقافته إلا النموذج الكبير بتاعه يوسف شاهين. يعني يوسف شاهين هو اللي بينفذ بالفعل والقول والتصرف والسلوك اليومي دين لله والوطن للجميع. يوسف شاهين هو المخرج المسيحي اللي يعمل النصر صلاح الدين عادي جدا، واللي يبقى في اسكندرية ليه المسلم والمسيحي واليهودي جزء من حضارة مصر و حياة مصر وشخصية مصر. كمان يوسف شاهين هو المخرج اللي بيتعامل مع الغرب بندية، ياخد تمويل من الغرب ويعمل وروح المهرجانات ويشتمهم ويهزقهم عادي، لانه بيتعامل كند انف فوق كده في السماء. يستفيد من الغرب طبعا، واستفاد من الفرنسويين جدا ومن الفرنكوفونية تماما، وتمويل افلامه من الغرب كانت ربما اسوأ ما حصل، انها مولت الافلام وتمويل أفلامه من الغرب حصل. ويمكن هنا بقى النقطة المهمة اللي الواحد بيلاقي يوسف شاهين فيها في أزمة. يوسف شاهين مخرج عظيم ونجم كبير، لكن هو مش مفكر، يعني مش صاحب رؤية وأفكار ونظرية. ليه تصور في نفسه كده؟ لأنه أول ما تصور في نفسه كده، أنا آسف يعني، عمل مجموعة من الأفلام الهبلة اللي المفروض نحن نتكلم عنها بجدية، وانت لما تشوفها تلاقي صناعة سينمائية جيدة لكن محتوى قبلة ساذج، يعني أفلام للأطفال، ايه آخر وما آخرخش والحاجات اللي عملها دي، يعني حتى المصير ابن رشد تحس انه يوسف شاهين اللي بيتكلم مش ابن رشد. يوسف شاهين مأساته الكبيرة انه قرر يكتب سيناريوهات بنفسه، هو أساسا ما كتبش عربي، بيكتب الفرنساوي ويترجمونه، وهو أساسا متهته متلعسم، فأفكاره متلعسمة. فازاي افتكر نفسه قادر على كتابة أفلام وتقديم رؤى
سينمائية ومحتوى سينمائي فكري كبير، ويسيب صلاح جاهين ولطف الخولي ومحسن زايد وكل الأساتذة دي ويبدأ هو يكتب. أول ما بدأ يوسف شاهين يبقى هو كاتب سيناريو أفلامه، علي العوض بقى علي، وفضل طول عمره لغاية ما مات له عظمته وعبقريته وشخصيته وحريته وشجاعته، وعليه شوية أفلام عبيطة في الآخر.